ما إن يقترب موعد الحج حتى تحن الأرواح إلى تلك الديار المقدسة وتشتاق القلوب شوقا عظيما لزيارتها. تقبل الأرواح ملبية تلك الدعوة الربانية الخالدة، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فالحج شوق كبير عارم إلى بيت الله الحرام، حيث مر الأنبياء والصالحون رضي الله تعالى عنه. فالحج زيارة لصاحب الدار، وليست زيارة لأحجار ولا لأشخاص ولا لأماكن مهجورة. فمن سر الله سبحانه وتعالى في اختياره مكة، حيث قال بواد غير ذي زرع، أنها أرض لا تشد السياح، فلا زرع ولا ضرع، إنما جبال شهب يرتد إليها الطرف خاسئا وهو حسير. ومكة حيث مر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، مروا جميعا منها حاجين وملبين ومعتمرين. مكة مولد الهادي صلوات الله وسلامه عليه ومنشأه ومرباه، فأي بركة فيها وأي عظمة احتوت ذلك العظيم. وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فعشق العاشقين لمكة عشق أهلها وسكانها. لذا كان من البدهي بعد أن ينتهي أهل الحج من مناسكهم أن يزوروا من زاروا مكة لأجله صلوات الله وسلامه عليه، ومن علمهم مناسكهم وقال لهم خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يحجون ولا يحجون. لذا كان من سنن المحبين وشرط من شروط عشق العاشقين أن يزوروا محبوبهم بعد أداء مناسكهم. فبعد أن يقضوا من مكة مولده ومنشئه صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى أرض هو فيها، يزورون حبيبهم وحفيب رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، مسلمين وعاشقين وناثرين للدموع. هذا كله ورد الاتفاق عند مذاهب المسلمين الأربعة المعتمدة، السادة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، عندهم جميعا استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أداء المناسك. وهذا مشهور منثور في جميع كتب الفقه، ممن نص عليه شيخ مذهبنا الإمام ابن قدام الحنبلي رحمه الله كما في المغني وغيره، وكذلك الإمام النووي وغيرهم كثير. فهنيئا لمن تعب جسده في مناسك الحج ثم قرت عينه برؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه. ولا يحن للحبيب إلا محبوب، ولا يشتاق له إلا من اشتاق هو إليه. أما الجفاة الغلاة الذين يحرمون أنفسهم شرف زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفهم مغلوط لبعض النصوص، فهؤلاء حرموا خيرا كثيرا. فليت شعري أي مزية للمدينة المنورة كلها بمساجدها كلها لولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. فبيت الله، بيت الله الحرام، أعظم منه دم امرئ مسلم كما في الحديث الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام لئن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من دم امرئ مسلم، لأنه أعظم منها. فكيف إذا كان هذا المسلم هو سيد ولد آدم وسيد المرسلين وإمام العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، أليس أعظم من الكعبة وأعظم من جميع لذلك كان من سنن الصالحين رضي الله عنهم بعد أن يقضوا حجهم أن يزوروا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وتقر عينهم به. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا حج بيته الكريم هذا العام، وأن يقر أعيننا بزيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمين.